ما قدرت أحكي لحدا يلي صار ويلي عمله الكينج، يمكن لأني كنت خجلانة من حالي، ويمكن لأنه كنت خايفة أعرف إنه للحظات حسيت حالي إنه أنا مثل دلع، مثل تالا، مثل ديالا، مثل شهد. تجاربنا متشابهة بفحواها حتى لو تغيرت طرح التجربة نفسها. يمكن مشان هيك عم لوم حالي إنه أنا ما تعاملت معهم ومع تجاربهم بشكل صح وبشكل عادل بشكل موضوعي، ويمكن لأنه نحنا ما منقدر نكون طول الوقت صح كتير، أو ما لازم أصلاً نكون عاقلين كتير، لازم يكون عنا الصح والخطأ لنلاقي هديك المنطقة الرمادية، المنطقة الوسطى بين الأبيض والأسود، بين الصح والخطأ.